برع، برع يعني فرعون، برع في اللغة المصرية القديمة طبعا، بير معناها بيت، وع معناها عالي، البيت العالي، الباب العالي، كل ده يعني. طيب برع، فرعون، عندي الكلمة اليوناني، سوري هنا اللاتيني، فرعونس، فرعونس طبعا الاس كتير قوي بتبقى سافكس. عندي كلمات كمان طبعا في اللغات الأوروبية، فيرو، فرعو، فرعو، فرعوني، فرعون، يعني في كل اللغات. والمرجع المصري هو الفيرتبوخ دي ايجيبتش سباخه، الجزء الاول 516 تقريبا او 18، وطبعا مراجع اخرى ايضا.